عبد الله بن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة أبو جابر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو ابن حرام ابن ثعلبة، حرام اسم جده، ابن ثعلبة هو أبو جابر بن عبد الله أحد النقباء، شهد العقبة مع السبعين وبدرا، شهد أيضا بدرا وأحدا، وقتل يومئذ يوم أحد. عبد الله رضي الله عنه. قال ابن الجوزي عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال: وجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي عليه، اللي هو ختنه أخت عبد الله أخت عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، يعني لو بكيت عليه ولا ما بكيت عليه اللي بيحصل شنو والحصل شنو، ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. حديث في مسند إمام أحمد وعند البخاري وعند مسلم وفي سنن النسائي. ملائكة تظله رضي الله عنه. شوف الكرامة دي، أسدجل الصوفية يجيبوا لك كرامة يحيروك ذاته، كرامات كثيرة وأحداث بتاعت قلة أدب. أنا داير يوم أسوي لها تسجيل براء اسمها كرامات قلة الأدب للصوفية، والله داير أجيبها. شفت يوم براء وبقرا ما بعلق عليها كثير عشان أنا ما ذاته أطلع قليل أدب زي يوم، بس بقرا كذي بقرا وبغمد، بقرا وبغمد، والمستمع برضه يقرا ويغمد، والله الذي لا إله غيره يسمعها ويغمد برضه. قالوا يا أخي كرامات ذاتها كذا، خلاها ذيك لوقتها إن شاء الله. طيب ده الله أكرمه، ملائكة بتظله. وبعدين في حديث هنا عجيب جدا في الترمذي وفي غيره، والحديث ذا فيه رد على الصوفية الذين يعتقدون أن مشايخهم يحيون الموتى، أن مشايخهم يحيون الموتى، كما في كتاب طبقات والضيف الله في ترجمة حسن وتحسون في القسم الثاني من ترجمته، ساوي لك اسمين كمان، قال بيحيي الموتى وكذا، وجايبين برضو أحمد طيب البشير بيحيي الموتى برضو يتكلم مع الموتى برضو في أزاهير الرياض لعبد المحمود نور الدائم. طيب، فمن إكرام الله لهذا الرجل أن الملائكة تظله بأجنحتها. طيب، لما قتل. وعن جابر قال: قتل أبي يوم أحد فبلغني ذلك، فأقبلت فإذا هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، موضوع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتناولت الثوب عن وجهه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني كراهية أن أرى ما به من المثلى، يعني مثلوا به، يعني بعد القتل مثلوا به. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فلما رفع رفعوه للدفن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة حافة بأجنحتها حتى رفع. ثم لقيني بعد أيام فقال: أي بني، ألا أبشرك، ألا أبشرك إن الله تعالى أحيا أباك، يعني بعد الموت. فقال: تمنى، فقال: تمنى. فقال: يا ربي أتمنى أن تعيد روحي وتردني إلى الدنيا حتى أقتل مرة أخرى. وده يوريك فضل شنو الشهادة. الشهيد ده الموت بحس به كقرصة نملة، كما في السلسلة الصحيحة للألباني، وجه الناس في الموت واحد تلقى كرعين فضن
واحد تلقاه نفسه يتضايق وعيونه تنطط وتلقاه يتمطى ويتضايق وإلى آخره، بعد شوية يأفف وإلى آخره يتعذب. الشهيد ده قال لك زي قرصة النملة الموت، روح وتمرق وإكرام بعد ذاك. لما سأل الله سبحانه وتعالى يرد للدنيا ويعيد ليقتل شهيدا، قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. يعني تاني اللي بيقتل أو اللي بيموت تاني ما بيرجع شنو للدنيا. ودرد على الصوفية من وجهين، الوجه الأول بيقولوا بيحيوا الموتى، والبيحيي الموتى الله براه سبحانه وتعالى، كما في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ده الله براه والبيحيي الموتى، دي واحد. وزول مات ما بيرجع تاني إلا في الآخرة إلا القيامة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وديك دي في سورة الأنبياء. وفي سورة ياسين: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون. تاني ما بيجي راجع. طيب الوجه الثاني بيقولوا الميت ده بيجي بيقضي حوائج مريديه، وده تلقاه في كتاب يستنبئونك لحسن الفاتح قريب الله، ده كان مدير جامعة أم درمان إسلامية، قال الولي ممكن يرجع ويقضي حوائج مريديه وتاني يجي راجع. يعني بعد يموت تاني يجي شنو الدنيا ويجي راجع تاني، واصله بوابة فاتحة انت بعد موت تاني تجي راجع، وزول بعد يموت ده ما خلاص مشى الآخر. طيب، وعن جابر أنه حين أجريت العين، عين معاوية اللي هي الموية، ومرت بقبور هؤلاء الشهداء، قال جابر: فأخرجناهم بعد 40 سنة. مرقون بعد قتلوا 40 سنة، بعد 40 سنة. دهنا في صفة الصفوة لابن الجوزي، وفي سير أعلام النبلاء بعد 46 عاما. طيب، قال: فأخرجناهم بعد 40 سنة لينة أجسادهم تتثنى أطرافهم. يعني بعد 40 سنة لقوا أجسادهم شنو؟ لينة، وأطراف تتثنى، ممكن يحركوها. ولذلك ده كله من إكرام الله لهؤلاء الناس، ومع ذلك لا يدعون من دون الله، مع إنه الله أكرم وأجساد الأرض ما أكلتها، وبعد لا يسألون قضاء الحاجات من دون الله تعالى، لأنهم ما بيقدروا يرجعوا للدنيا، كما في حديث عبد الله ابن حرام، حديث جابر عن أبيه عبد الله ابن حرام، القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم.